السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا عارف ديما كنتعطل عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. المهم هذا الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا غير على بالنسبه بزاف الناس كيسولوني على فيزا ديال الزواج. اليوم غادي نهضروا على الاجراءات ديالها، ولكن هي فيها بزاف ديال الانواع. حنا نهضروا غير على نوع واحد اليوم، يعني الزواج تايلاندي. بالنسبه للزواج تايلاندي، اول حاجه قبل ما تجي غير جي غير بفيزا توريست، يعني تاخد فيزا توريست. راه داير انا ديجا واحد الفيديو على كيفاش تاخد فيزا توريست، ها هو غتشوفوه هنا ولا هنا غيطلع لكم. المهم كتاخد فيزا توريست ديالك، غادي نهضر بكلشي باختصار، نديرو غير فيديو قصير. المهم كتاخد الفيزا توريست ديالك، كتمشي تاخد شهادة ديال العزوبة، كنتي ما مزوج ولا كنتي مطلق ولا المهم شهادة ديال العزوبة كتاخدها. صافي كتمشي لتايلاند، شهادة العزوبة كدير لها الترجمة، يعني هي تمشي للسفارة تشوف شي واحد معتمد دير عنده ترجمة يعني التايلاندية أو الإنجليزية. وكذلك ديك الزوجة ديالك هي غادي تاخد شهادة ديال العزوبة ديالها، وكتشوفوا العدول اللي في المنطقة ديالكم، حيت كل بروفينس عندهم هما، يعني الزوجة ديالك غادي تعرف، غالبا غادي تعرف تسول تعرف. المهم كتاخدوا داك المسائل ديالكم، كتمشيو صافي كتزوجوا، كتقادوا الأمور ديالكم. تصاور ما تيطلبوا ما بين 4 حتى 6 بعض المرات. المهم نتوما تشوفوا داكشي اللي يطلبوا لكم غادي تقادوا، هذاكشي ساهل بزاف، ما تيخشش 3 ايام. المهم كتاخذوا داكشي ديالكم. هنا المساله ديال بزاف الناس كيصحاب لهم صافي غير كيديروا كيصاوبوا فيزا الزواج، كيصحاب لهم صافي غادي ياخذوا فيزا ديال العام. لا، هذا هو للاسف ما كاينش هذه القضيه هذه. الا بغيتي الفيزا ديال العام شنو كدير؟ كتاخذ ديك الفيزا توريست ديالك، يعني كتاخذ الباسبور ديالك، ملي كتاخذوا العقد كتمشيو عند immigration bureau، كتمشيو عند المكتب ديال الهجره في المنطقه ديالكم، كتمشيو عندهم. وخصكم ضروري، خصك ضروري تفتح من بعد ما تاخذ العقد ديال الزواج، خص تفتح كونت تايلاندي، كونت تايلاندي شي بنك تايلاندي، تفتح كونت ديالك. وخصك تحط 400 ألف بات، ما يعادل 12 ألف، 120 ألف درهم مغربيه، يعني 12 مليون سنتيم. ضروري خص تحط هاد الفلوس تما، وتبين تمشي عند عاوتاني عند الايميغريشن بيرو، يعني مكتب الهجره، تبين ليهم انك عندك داك القدر ديال الفلوس. او الا ما كانش عندك خصك تكون ضروري خدام في تايلاند، يكون الراتب الشهري ديالك فوق 40 الف بات شهريا، يعني مبلغ اللي كبير بزاف. المهم كتاخذ مثلا درتي ديك 400 ألف بات، القاضي ديال 400 ألف بات، مثلا ديك 120 الف درهم كديرها في الكونت ديالك، كتبين ليهم دوك لي غولوفي، ولا يعني كتبين ليهم انك راه عندك ديك 120 الف درهم. ملي كتبينها ليهم تما صافي كيشوفو هما شنو غادي يطلبوا لك، يعني ماشي شي حاجه تصاور ولا شي حاجه هكا. المهم كيصاوبوا لك الامور ديالك، كتخرج لك ما بين 5 ايام حتى 10 ايام كتخرج لك ديك الفيزا نون ايميغرون، فيها سنه، ولكن قبل ما تسالي خصك تجددها. ملي كتجددها خص تجيب ليهم شنو، تجيبوا تصاور انك انت والزوجه ديالك تصورتوا، يعني كاينين في الدار، كاينين في هاد البلاصه سافرتوا، يعني ماشي زوج مصلحه. كما قالت واحد السيده، غادي نخلي لكم لاشين ديالها، سميتها مغربيه في تايلاند، هضرات على هذا الموضوع اكثر بتفاصيل كثيره. المهم غادي نطاقيها لكم. وبالنسبه للفيديو ديال الانستغرام واليوتيوب، راه غادي تشوفوا لاشين ديالها في اول كومونتير ان شاء الله، هي غادي تنفعكم، يعني هضرات على هذا الشيء اكثر بتفاصيل كبيره. المهم كما قلنا صافي كتبينوا لهم التصاور ديالكم، انكم مشيتوا لهاد البلاصه، كاين في الدار، كليتوا هنا، مشيتوا هنا، باش ما يشكوش ان هذاك الشيء غير زواج مصلحه ولا شي حاجه. كديو ليهم داك الامور ديالكم، وعاوتاني كتجيب لهم لي غولي في البنك ولا شي حاجه كتثبت انك باقا عندك ديك 400 ألف بات على الاقل 3 شهور، يعني ماشي حيدتيها وتسلفتيها ورديتها، يعني خص تكون عندك ديالك. كتبين لهم عاوتاني كيجددوا لك مده ديال 3 سنين، الا بغيتي تطلب دير طلب ديال الجنسيه، ماشي الجنسيه، ديال الاقامه الدائمه، ولكن الاقامه الدائمه فيها شروط بزاف. ان شاء الله غادي ندير الفيديو عليها. يلاه، ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.